السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم مميز جميل جدا في منطقة هادئة وساكنة في منطقة ريفية، بيت مستقل، مساحة الأرض 3000 متر مربع ومساحة البناء 250 متر مربع، 3 طوابق. بيت زي ما تشايفين مسلح جميل من الشكل الخارجي ومن الشكل الداخلي أيضا جميل. الشيء الأفضل والمميز في هذا البيت أو في هذا المبنى أنها على منطقة يمر فيها النهر، يعني ممكن تشوفوها في الفيديو التعريفي. المنطقة زي ما قلت لكم منطقة هادئة وساكنة لمحبي الهدوء والسكون. موقع المبنى أو موقع البيت يقع في منطقة اسمها وقف كبير، في قرية ريفية يبعد عن الساحل تقريبا نقدر نقول 3 كيلومتر. المنطقة يعني ما اقدر اقول انها مخدومة على اساس انه اغلبية الخدمات على الشارع الرئيسي. هنا المنطقة منطقة ان الواحد يقدر يقضي فيها اجازاته او منطقة استجمامية بمعنى اصح. تعالوا مع بعض نشوف على ارض الواقع تفاصيل البيت هذا وعدد الغرف اللي موجودة فيها والادوار واطلالاتها الجميلة. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير مدخل المبنى. المدخل الرئيسي للمبنى من هذا المكان. أول ما ندخل عندنا يسارنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات حاطينه هنا، بالإضافة إلى أمامنا المدخل الرئيسي اللي هو الصالة، ويميننا دورة المياه. دورة المياه هذا يخدم الدور هذا. نجي هنا على الصالة، هنا حاطين طقم كنب يسع لتقريبا 5 أشخاص، وعندنا هنا مشاب للنار، وعندنا هنا التدفئة الصوب المعروفة مرتبينها بشكل حجري جميل، والصوبة أيضا، وتحت الدرج حاطين مكان زي المستودع تقريبا. نجي هنا للمطبخ. نظام المطبخ لو تلاحظوا نظام أمريكي مفتوح على الصالة، حاطين الأجهزة الكهربائية في هذا المكان. صح شوي قديم بس احنا نقدر نرتبه بالشيء اللي نرغبه. أمامنا هنا عندنا بلكونة للدور هذا إطلالتها على الطبيعة الجميلة. بلكونة جميلة حاطين فيها طقم خيزران مرتب، إطلالتها الرائعة على الطبيعة. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة ومن ثم نكمل تفاصيل باقي الشقة. كذا أعطيتكم تفاصيل الدور هذا، نطلع مع بعض نشوف الدور اللي فوق إيش اللي موجود فيه. نطلع من الدرج، درج مسوينه خشبي. وصلنا الدور الثاني. الدور الثاني موجود فيه 3 غرف بالإضافة إلى دورة المياه. أول ما نتوجه هنا يسارنا على طول عندنا دورة المياه. دورة المياه مساحتها جيدة مرتبة، موجود فيها المروش
مع الكلوزت والمغسلة، بس ناقصها الحاجز الزجاجي تبع الدش. بجوار دورة المياه عندنا هنا الغرفة الأولى، مساحتها جيدة الغرفة، نقدر نقول 3×4، ولها بلكونة إطلالتها على الطبيعة من الخلف. ميزة البيت هذا أو المبنى ذا أنها جاية في وسط الطبيعة، يعني اتجاهاتنا الأربعة كلها بنشوف إطلالة جميلة على الطبيعة. عندنا هنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية كمان مساحتها زي الغرفة الأولى جيدة، ولها بلكونة مميزة. البلكونة هذه كمان نفس إطلالة البلكونة الأمامية اللي تحت بلكونة الصالة، إطلالتها على الطبيعة الخلابة. بجوار الغرفة هذه عندنا الغرفة الثالثة، نشوف مع بعض الغرفة الثالثة. الغرفة الثالثة مساحتها تقريبا أكبر شوي من غرفتين الأولى، نقدر نقول 4×3، وإطلالتها من الأمام على الطبيعة. موجود فيها التدفئة المركزية في كل الغرف. أعطيتكم تفاصيل الدور الثاني، نطلع نشوف الدور الأخير إيش اللي موجود فيه. وصلنا الدور الثالث والأخير. في الدور هذا موجود فيه غرفة وحيدة. الغرفة هذه مساحتها ممتازة، مكان للسرير ومكان ثاني نقدر نحط فيه دولاب. نرتب تفاصيل الأثاث زي ما نبغى، ولها بلكونة مميزة. البلكونة هذه أيضا إطلالتها على الطبيعة، وبنسمع صوت النهر كمان من هنا، إنها قريبة من النهر. استمتعوا بهذه الإطلالة الجميلة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.